موسم الهجرة إلى شمال البحر الأبيض المتوسط عرف هذه الأيام أحداثاً كارثية. خفر السواحل الإيطاليين انتشلوا 24 جثة و28 شخصاً من الناجين بعد غرق أكثر من 700 شخص في عرض البحر. رئيس الحكومة الإيطالية طلب من البواخر التجارية مساعدة قاربين أرسلا نداء استغاثة. خلال الأسبوع الماضي 1000 شخص مات في البحر المتوسط، وهذا العدد يقارب عدد الذين غرقوا في باخرة تيتانيك وأكثر ب 31 مرة من الذين ماتوا في باخرة كوستا كونكورديا. الكارثة ما كانت لتحدث لو أن أوروبا أعادت مهمة الإنقاذ. سيكو جالو مهاجر من غانا يوجه نداء للمهاجرين. هذا اليوم ليس يوما سهلا، حقيقة الأمر مشوب بالمخاطر، ضع نفسك في هذا الخطر، إنها ليست حياة سهلة. لذا فبالنسبة لي أنصح إخواني وأخواتي أنه أحسن لهم أن يبقوا على عبور هذا البحر، لأن هذا البحر هو حقيقة خطر كبير. صور أليمة أخرى من اليونان هذه المرة بعد غرق قارب للمهاجرين قرابة جزيرة روتس، وأدت الحادثة إلى موت 3 أشخاص منهم طفل، وتم إنقاذ 93 شخصاً.